وللمزيد من المتابعة أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي. يعني ما تفسيرك حول رفع البنك الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تضرب أكبر اقتصادات العالم؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدين. خلينا الأول نتكلم على الميشن ريفيو، أو يعني إيه التوقعات ورفع التوقعات. إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيعمل مراجعات للتوقعات أو لمؤشرات قياس النمو في العالم. فمن فترة لأخرى تصدر مؤشرات أو تصدر أرقام ثم يتم مراجعتها بعد استعدال نتائج النمو الاقتصادي أو بعد ظهور مؤشرات جديدة. يمكن البنك الدولي مؤخرا في المراجعة الأخيرة أو مراجعة نتائج أو مؤشرات الاقتصاد المصري فعلا رفع توقعاته، والتوقعات دي بتتعمل قبليها بسنة وبعدين بتتراجع تاني. النهاردة رفع توقعاته نتيجة حجم النمو الكبير أو المتزايد اللي بيحصل وبيتم والمستمر في الاقتصاد المصري على كافة الجوانب، سواء من الاستثمار الحكومي أو الاستثمار الخاص أو المشروعات الكبيرة أو المشروعات العملاقة أو نمو حتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونمو الصادرات المصرية، يمكن سمعنا أن الصادرات المصرية وصلت إلى 31-32 مليار دولار، وده ريكورد. الحكومة بتتكلم في 50-60-70 مليار تارجت أو هدف في السنوات القادمة. طبعا مع نمو الاستثمار الخارجي المباشر اللي بنسميه الـ FDI، وإحنا من أولى الدول على مستوى القارة الأفريقية، الأولى يمكن الأول لسنوات في استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. طبعا ده يعني إنجاز نتيجة الاستثمارات الحكومية أو القطط الحكومية العاملة في دفع وجذب واجتذاب الاستثمارات سواء الحكومية أو الخاصة أو سواء العامة. لأن احنا محتاجين نعمل نمو اقتصادي. وليه محتاجين نعمل نمو اقتصادي؟ لأن احنا محتاجين نخلق فرص عمل بشكل كبير جدا. لكن محتاجين ان احنا نخلق مليون، كان دولة رئيس الوزراء بيتكلم على هذا الموضوع منذ أيام. احنا محتاجين نخلق فوق المليون، مش بس مليون، فرصة عمل سنويا. عشان كده النمو بتاعنا محتاجين نبقى 6 أو 7% ويمكن 10%. أرقام صعبة جدا، أنا بقول 5 أو 6% أرقام صعبة جدا. احنا النهاردة إن شاء الله نطلع فوق 6%. وعشان كده البنك الدولي يعني بتحدث فعلا عن يعني معجزة أو إنجاز كبير جدا للدولة المصرية في أنها توصل إلى هذه المعدلات. صعب أن احنا يعني أو صعب دول كتير أنها توصل لها. احنا يمكن بنتكلم على 2-3% في أوروبا في الولايات المتحدة. مش معنى كده أن احنا اقتصادنا متطور أكثر من الولايات المتحدة، لكن ده معناه أن احنا بنجري بشكل سريع علشان نقدر أن احنا نخلق فرص عمل ونخلق استثمارات لأولادنا وللشعب المصري. دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.